كانت حضور من خلال صباح الشروق. هنتواصل، هنمشي شندي نشوف جمال شندي. شندي المدينة التي ارتبط اسمها بقدامى ملوك الجعلين، اشتهر إنسانها منذ أمد بعيد بصناعة الدمور اليدوي الذي فضله كثير من سكان السودان. فالسلالات المهاجرة من صعيد مصر مطلع أربعينات القرن الماضي التي تعرف باسم النجادة والتي تعايشت مع بقية القبائل السودانية التي تحتضنها شندي كانت أول من اشتهر بالمناسج اليدوية وظلوا يمارسون مهنة أجدادهم حتى يومنا الحالي. الأنوال أو المناسج اليدوية آلة تقليدية قديمة تم تصميمها من الأخشاب وجذوع الأشجار. الفكرة تبدو بسيطة، لكن عندما تشاهد ما تنتجه من أقمشة تكتشف سحرا أخازا. وتقول جماعات النجادة إن الصناعات الحديثة دخلت المجال وباتت تنتج ذات الأصناف بواسطة الماكينات، لكن الذوق السوداني يفضل ما هو منتج بالأيدي من الدمور. اللطاش هو نوع آخر من أنواع المناسج اليدوية التي تعمل بطريقة أسرع من الأنوال. النساء هن الأخريات أجدن هذه الحرفة اليدوية الضاربة في القدم، ويقولن إنها ارتبطت بتاريخ أجدادهم وفيها نوع من التكافل الأسري. رغم تواصل العمل بهذه الطريقة المضنية والشاقة أحيانا، يرى أفراد هذه العائلة سعادة كبيرة في حياتهم عند كسائهم للآخرين. الأسواق السودانية مليئة بالإنتاج المحلي والمستورد من الأقمشة والملبوسات الجاهزة، لكن للجلباب المصنوع يدويا ميزة خاصة يميل إليها كثيرون من السكان المحليين. الجلابية والثياب النسائية وثياب القطاء المصنوعة بالأنوال وجدت مكانا داخل المتاجر وازداد الطلب عليها، بل تعدى الأمر حتى الدول المجاورة كالحبشة ومصر وبعض الدول الأخرى يفضلون هذه المنسوجات. بعد أن عرف إنسان شندي الصناعة عبر الآلة، ظلت رغبته في الدمور لن تتبدل على مر الأيام والدهور. إذن هذه المادة وهذا التقرير كان من شندي مدينة صناعة الدمور كما بين التقرير، وكثير جدا من الحرف والصناعات اليدوية التي ما نهتم بها دائما ونحاول عرضها لكم مشاهدينا الأعزاء خلال صباح الشروق. تمتاز كثير جدا من مدننا السودانية بكثير من المهرة من الحرفيين والعمال أيضا المتعددة في مثل هذه الصناعات اللي يمكن أن تكون صغيرة في البداية ثم تنمو فتنمو فتنمو فتصل إلى مرحلة ما تدعم الاقتصاد الوطني وتدعم السودان. بالتأكيد ما قدرت أقولها غير التحية لكل الصناعية وكل المهرة وكل ونعود